أهلا وسهلا بكم في برنامج Explain، مجموعة من برامج التثقيف الصحي التي يقدمها معهد التثقيف الصحي الرائد في تعزيز الصحة التفاعلي. يحوي هذا الفيديو معلومات طبية عامة لا تقوم مقام المشورة الطبية من طبيبك أو من مقدم الرعاية الصحية. إذا كانت لديك أسئلة تتعلق بحالتك الصحية فيجب عليك مراجعة الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية. نقص التستوستيرون لدى الرجال. مقدمة: التستوستيرون هو أكثر الهرمونات الجنسية الذكرية أهمية، حيث يساعد الجسم على اكتساب الملامح الذكورية والمحافظة عليها. يؤثر انخفاض مستوى التستوستيرون في الرغبة الجنسية عند الرجل وفي ملامحه الجسدية ومزاجه، ويمكن معالجة نقص التستوستيرون بواسطة المعالجة الهرمونية المعيضة. يتحدث هذا البرنامج عن دور التستوستيرون في الجسم، كما يصف ما يحدث إذا لم يكن لدى الرجل مستويات كافية من هذا الهرمون، ويتحدث أيضا عن تشخيص نقص التستوستيرون وسبل معالجته وعن المخاطر التي ترافق نقص هذا الهرمون. التستوستيرون: الهرمونات هي مواد كيميائية تصنعها غدد في الجسم، حيث تتحرك الهرمونات مع تيار الدم وتقوم بتنظيف وظائف الجسم المختلفة. التستوستيرون هو أهم هرمون جنسي ذكري، حيث يسبب التغيرات عند الأولاد عندما يتحولون إلى رجال في فترة البلوغ. تنتج الخصيتان معظم تستوستيرون الجسم، كما تنتج الغدتان الكظريتان كمية قليلة أيضا. أما عند المرأة فيقوم المبيضان بإنتاج كمية قليلة من التستوستيرون. يبقى التستوستيرون فعالا في جميع مراحل الحياة، ويؤدي التستوستيرون حين يتخلق الجنين الذكر داخل رحم أمه إلى ظهور أعضائه التناسلية. وفي فترة البلوغ يسبب التستوستيرون زيادة حجم القضيب والخصيتين، كما يؤدي إلى نمو شعر الوجه والعانة أيضا، ويصبح صوت الصبي في فترة المراهقة أعمق ويزداد طوله، وتصبح عضلاته أضخم وأقوى. كل ذلك يحدث بتأثير التستوستيرون أيضا. يساعد التستوستيرون عند الرجال على إنتاج الحيوانات المنوية ويحافظ على الرغبة الجنسية، كما أنه يحافظ على العضلات والعظام كبيرة وقوية أيضا. وللتستوستيرون تأثير حتى في الطريقة التي ينمو بها الشعر لدى الرجال. يراقب الجسم بدقة مستوى هرمون التستوستيرون، ويخبر الوطاء الغدة النخامية عن كمية التستوستيرون التي ينبغي إنتاجها، فتقوم الغدة النخامية بتحويل هذه الرسالة إلى الخصيتين، كما تقوم الغدد بإيصال هذه الرسائل عن طريق تحرير هرمونات ومواد كيميائية في مجرى الدم. لا يقوم كل التستوستيرون الموجود في الجسم بالتأثير في أنسجة الجسم، تكون نسبة 40% من هذه الكمية مرتبطة بإحكام ببروتين يسمى الجلوبولين الرابط للهرمون الجنسي، وهو ما يجعلها غير مؤثرة في الأنسجة، وترتبط نسبة 58% مع الألبيومين، وهي قادرة على التأثير في معظم الأنسجة، ويدور 2% الباقية بشكل حر في الدم. يختلف مستوى التستوستيرون في جسم الرجل من وقت إلى آخر خلال اليوم، ويكون أعلى مستوى له في الصباح. هناك عدد من الحالات الصحية التي تسبب نقص التستوستيرون، ويناقش الفصل التالي أعراض نقص التستوستيرون وأسبابه ومعالجته عند الذكور البالغين. الأعراض: قد يكون من علامات نقص التستوستيرون عند الرجال البالغين ما يلي: نقص الإثارة أو الرغبة الجنسية، غياب أو ضعف انتصاب القضيب يسمى العنانة أو خلل الانتصاب،
انخفاض عدد الحيوانات المنوية أي النطاف، زيادة حجم الثدي. يشعر بعض الرجال الذين يعانون من انخفاض هرمون التستوستيرون بهبات ساخنة وزيادة الانفعال وعدم القدرة على التركيز والاكتئاب. قد يفقد الرجال الذين يعانون من انخفاض شديد في التستوستيرون شعر الجسم وكتلة العضلات، ويمكن أن تصبح عظامهم قابلة للكسر، وقد تصبح خصاهم أصغر وأكثر ليونة. برعاية معهد تثقيف المرضى www.patient-education.com، أكثر من 5000 من مقاطع الفيديو والبرامج التفاعلية. الأسباب: يرتبط انخفاض مستوى التستوستيرون بالتقدم في السن، كما أن أمراض الغدد التي تنتج التستوستيرون وتتحكم في إنتاجه وتحريره يمكن أن تسبب انخفاض مستوياته أيضا. كلما تقدم الرجل في السن أصبح جسمه يصنع كميات أقل من التستوستيرون، ويسمى انخفاض مستوى التستوستيرون عند الرجال المسنين سن اليأس عند الذكور أحيانا. من الطبيعي أن تنخفض رغبة الرجل بممارسة الجنس مع تقدمه بالعمر، ولكن من غير الطبيعي أن يفقد الرجل كل اهتمامه بالجنس، فقد يكون ذلك ناجما عن انخفاض كبير في مستوى التستوستيرون. يمكن أن يسبب تضرر خلايا الخصيتين انخفاض مستوى التستوستيرون، وقد يكون هذا النوع من الضرر ناجما عن الحوادث، التهاب في الخصيتين، السرطان الخصوي، استخدام المعالجة الشعاعية أو المعالجة الكيميائية لمعالجة سرطان الخصية. يمكن للأمراض التي تؤثر في الوطاء والغدة النخامية أن تسبب انخفاض مستوى التستوستيرون، ومن هذه الأمراض السرطان والالتهاب وأمراض المناعة الذاتية في الغدتين معا. يمكن أن تؤثر بعض الأدوية في طريقة عمل الغدة النخامية وتؤدي إلى انخفاض مستوى التستوستيرون، ومن الأمثلة على هذه الأدوية المورفين واستيرويدات الابتنائية. هناك أمراض وراثية معينة تسبب انخفاض مستوى التستوستيرون، فالشذوذات في الصبغيات أي الكروموسومات، وهي المواد الوراثية في الجسم، تسبب أمراضا وراثية. فعلى سبيل المثال يسبب حثلة التأثر العضلي قصورا أو فشلا في الخصيتين عند الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة. التشخيص: يجب على الرجال الذين يعانون من نقص الإثارة أو الرغبة الجنسية أو خلل الانتصاب أو انخفاض عدد الحيوانات المنوية أي النطاف أو غيرها من علامات انخفاض هرمون التستوستيرون إجراء فحص للدم لمعرفة مستوى هرمون التستوستيرون. تبلغ مستويات هرمون التستوستيرون الطبيعية ما بين 300 إلى 1200 نانوغرام لكل دي سي لتر، وتكون مستويات التستوستيرون أعلى في الصباح الباكر عادة، حيث أن الأطباء يجرون القياس في ذلك الوقت غالبا. يتجلى اهتمام الطبيب بشكل رئيسي على كشف ما إذا كان هناك مرض ما يسبب انخفاض مستوى التستوستيرون. أما إذا لم يجد أي مرض فقد يكون السبب هو حالة شديدة جدا من انخفاض مستوى التستوستيرون بسبب الشيخوخة. ليس من السهل دائما تشخيص سبب انخفاض التستوستيرون، ويستطيع المريض مساعدة طبيبه الخاص عن طريق تزويده بمعلومات طبية مفصلة ودقيقة عن تاريخه الصحي. للحصول على التاريخ الطبي للمريض فإن الطبيب يسأل عن أمراض الماضي أو الحاضر، كل دواء يتناوله المريض سواء أكان بوصفة طبية أو من غير وصفة، أي مشاكل جنسية واجهت المريض، الأحداث الأخيرة التي قد تسبب له الإجهاد أو الكرب، أي مرض وراثي في العائلة.
يقوم الطبيب بعد ذلك بفحص وتأمل كثافة شعر الجسم وتوزعه، حجم الخصيتين والثديين والقضيب، الخصيتين وكيس الصفن للبحث عن الكتل، القدرة على الرؤية في جميع الاتجاهات. قد يطلب الطبيب إجراء فحص للكثافة العظمية، حيث يمكن أن تؤدي المستويات المنخفضة من التستوستيرون إلى جعل العظام أكثر هشاشة. قد يطلب الطبيب إجراء صورة لدماغ المريض إذا اشتبه بوجود ورم في الغدة النخامية أو الوطاء، ويتم ذلك باستعمال التصوير المقطعي أو التصوير بالرنين المغناطيسي، وهذان الفحصان غير مؤلمين. يستخدم التصوير المقطعي الأشعة السينية، بينما يستخدم التصوير بالرنين المغناطيسي حقلا مغناطيسيا قويا، ولكن التصوير بالرنين المغناطيسي هو الأفضل عادة في كشف أورام الغدة النخامية أو الوطاء. إذا كان الطبيب يشتبه بوجود سبب وراثي لانخفاض مستوى التستوستيرون، فقد يطلب إجراء فحص وراثي، ويتم في هذه العملية فحص الحمض النووي للشخص، حيث يظهر ما إذا كان الشخص معرضا لخطر نقل هذه الحالة إلى أبنائه. إذا وجد الطبيب أن سبب انخفاض مستوى التستوستيرون هو ورم أو التهاب أو سبب وراثي، فإن الحل الأمثل هو معالجة هذا السبب، وقد تدعو الحاجة إلى استشارة اختصاصي لتحديد المعالجة المناسبة. قد يوصى بالمعالجة الهرمونية لتعويض انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون، وتناقش هذه المعالجة في المقطع التالي. المعالجة الهرمونية التعويضية. تزود المعالجة الهرمونية التعويضية الجسم بكمية إضافية من التستوستيرون لتعويض الكمية المفقودة، ويمكن أن تخلص هذه المعالجة المريضة من الكثير من أعراض نقص التستوستيرون. قد تقوم المعالجة التعويضية بالتستوستيرون بالأمور التالية: زيادة الرغبة الجنسية، زيادة عدد مرات الانتصاب، تخفيف الاكتئاب والغضب والشعور بالإنهاك، ظهور الملامح الذكرية كاللحية مثلا، زيادة كتلة العضلات وكثافة العظام، تقوية عضلات الذراعين والساقين. تتوفر المعالجة الهرمونية التعويضية على شكل حبوب قابلة للزرع، حقن، هلام أو جل، ولصاقات. لا ينصح بحبوب أو كبسولات التستوستيرون كمعالجة هرمونية معيضة للرجال، لأن فعالية هذه الحبوب ليست بقدرة فعالية الحقن أو اللصاقات أو الهلام، خاصة إذا استعملت بتركيز ضعيف. أما عند استعمالها بتركيز مرتفع فإنها يمكن أن تسبب آثارا سلبية خطيرة على الكبد. يمكن أن توضع حبوب التستوستيرون القابلة للزرع تحت جلد الردفين خلال عملية بسيطة، ويمكن أن توضع عدة حبوب في الوقت نفسه، حيث تقوم بإطلاق التستوستيرون ببطء خلال 3 إلى 4 أشهر من الوقت. تكون هناك حاجة لإجراء عملية أخرى لاستبدال الحبوب حالما ينتهي مفعولها. تكون الحقن العضلية العميقة هي الأقل كلفة، حيث تعطى مرة كل أسبوع إلى 3 أسابيع. يرتفع التستوستيرون إلى أعلى مستوى له بعد 1 إلى 2 من الحقن، ثم يتراجع ببطء حتى موعد الحقنة التالية، ولكن تعد هذه الحقن مؤلمة، كما أن مستوى التستوستيرون يتأرجح كثيرا بين الحقن. يجري تطبيق الهلام أي الجل واللصاقات على الجلد يوميا، حيث يمكن وضعها على الظهر أو البطن أو الذراع أو الفخذ أو كيس الصفن، وهي سهلة التطبيق ولا تسبب تأرجح مستويات التستوستيرون مثل الحقن، فالجلد يمتص التستوستيرون بسرعة ويخزنه ثم يطلقه ببطء في الدم. هناك بعض السلبيات عند استعمال الهلام أو اللصاقات، فهي يمكن أن تسبب تهيج الجلد، وقد تسبب حكة أو بتور، كما أن اللصاقات يمكن أن تسقط إذا كان الشخص يتعرق كثيرا،
ويجب على النساء والأطفال عدم لمس جلد المريض حيث يتم وضع الهلام أو اللصاقات. يجب على الشخص الذي يستعمل معيضات التستوستيرون أن يخبر طبيبه إذا حدثت لديه صعوبة في التنفس، لا سيما في أثناء النوم. كما أن عليه أن يخبر طبيبه أيضا إذا حدث عنده انتصاب متكرر أو مستمر، فقد تكون جرعة التستوستيرون التي يتناولها في حاجة إلى تعديل. المخاطر وموانع الاستعمال. على الرجال المصابين أو الذين يشتبه بإصابتهم بسرطان الثدي أو سرطان البروستات عدم استعمال المعالجة التعويضية بالتستوستيرون. قد يصاب الرجال الذين يعانون من أمراض في القلب أو الكلية أو الكبد بفشل القلب في أثناء استعمالهم للمعالجة التعويضية بالتستوستيرون. قد يؤدي استعمال المعالجة التعويضية بالتستوستيرون لفترة طويلة إلى ضخامة الثديين والبروستات أو إلى حدوث سرطان البروستات عند الرجال المسنين. يجب أن يخضع الرجال الذين يتلقون لمعالجة تعويضية بالتستوستيرون إلى فحوص مكثفة للكشف عن سرطان البروستات، ويستطيع الطبيب التحري عن سرطان البروستات بواسطة الفحص الشرجي وعن طريق اختبار دموي يسمى فحص المستضد النوعي للبروستات PSA. إذا أعجبك هذا الفيديو الرجاء الإعجاب والمشاركة. لمشاهدة فيديوهات مشابهة يرجى الاشتراك في القناة. الخلاصة: يعد التستوستيرون من أكثر الهرمونات الجنسية الذكرية أهمية، فهو يعطي الخصائص الذكورية عند الذكور البالغين ويحافظ عليها. يمكن أن يحدث انخفاض التستوستيرون بسبب الشيخوخة، كما قد يكون سببه مرضا في الغدد التي تنتج وتتحكم بمستويات التستوستيرون أيضا. يؤثر انخفاض التستوستيرون في الرغبة الجنسية والملامح الجسدية والمزاج. تستطيع المعالجة التعويضية بالتستوستيرون تحقيق الأمور التالية: زيادة الرغبة الجنسية، زيادة عدد مرات الانتصاب، تخفيف الاكتئاب والغضب والشعور بالتعب والإنهاك، ظهور الملامح الذكرية كاللحية مثلا، زيادة كتلة العضلات وكثافة العظام. لا تكون المعالجة التعويضية بالتستوستيرون صالحة لكل الرجال، فمن الطبيعي أن تخف الرغبة الجنسية ويقل عدد مرات حصول الانتصاب العفوي مع التقدم بالعمر. إن الطبيب هو من يستطيع اتخاذ القرار الصائب فيما إذا كان من المناسب أن يتلقى الرجل معالجة تعويضية بالتستوستيرون، ويعتمد ذلك على مدى انخفاض مستوى التستوستيرون وسبب هذا الانخفاض والحالة الصحية للرجل. شكرا لاستخدامكم برنامج Explain.